اللي يفتهم يطلع يناظر، اللي يفتهم يطلع يسيب، اللي يفتهم يطلع يلعن، اللي يفتهم هذا حكي مع الناس عقال، هذا حكي مع الناس تحتاج الى تشوي. وبعض من ذول اللي جاي يطلعون يسولفون بهاي السوالف يمكن باكر لو ماتوا حتى القاع ما تقبل جلساتهم من كثر ما مليانه بذاء وحقاره وقله ادب. واكثر هؤلاء ما يعيشون حياه طبيعيه، يعني لا شك انهم حياتهم مثل هاي الحياه اللي جاي يعيشوها. اذا هو قاعد 24 ساعه ما عنده غير السب والتجاوز والبذاء وقله الادب، ايش تتوقع منه؟ شنو عايش بين اهله؟ بنفس الطريقه هي حياته. قبل أيام كان قبل أيام بدأ المعرض معرض الكتاب، وطبعا ذهبت إلى المعرض. المعرض حقيقة بودي أقيمه. المعرض المشاركة فيه ما كانت مشاركة فاعلة، يعني ما كانت قوية، الدور المشاركة ما كانت كثيرة جدا كما هو الحال في كل دورة. الجهات القائمة على المعرض ما واضحة عندهم قدسية المكان، يعني قدسية النجف. في أول يوم ذهبت بي إلى المعرض، وصلت إلى القسم الخاص بالعتبة العباسية، ووجدت في الاتجاه الآخر دار قاعد بيها شخص مع امرأة.